خير اللهم اجعله خير. سمعت كده قال ايه ان الحكومة هتفرض علينا 300 جنيه علشان السيارة وركن السيارة تحت البيت، يعني كل واحد ركن سيارته تحت البيت هياخدوا عليه 300 جنيه. انا عايز اسأل سؤال بجد، هو مين اللي بيفكر لكم؟ ده مش بيفكر برا الصندوق، لا ده بيفكر جوه المشنة. ايه؟ ايه بقى؟ ايه؟ 300 جنيه في الشهر؟ لا لا لا، ده انا باعها واشتري بسكليتة. هتقول لي هات على البسكليتة 150 جنيه؟ ما تحصل، والله تحصل، هو اي فلوس وخلاص. طيب انا برضو هشتغل لكم في الازرق، عارفين لو القرار ده اتطبق انا هعمل ايه؟ انا هشتري بقى ايه، ونش، ونش اللي هو اللي بيطلعوا بيه الطوب والاسمنت والكلام من ده في العمارات. هشتري ونش ومحطه في السطوح. تمام، وبالليل كده وانا بركن مش هركن على الارض، لا لا لا، هربط العربيه في جنش وارفعها لحد ما تبقى قدام البلكونه بتاعتي، اهو امان وضمان برضه عشان ما حدش كمان يجي يسرقها. وبكده بقى انا ما ركنتش على الارض يا حكومه، ادفع 300 جنيه، اثبت ان انا مش انا، اثبت ان انا بركن على الارض، انا بركن في السماء، بركن في بلكونتي. والبلكونه زي البيت ملكية خاصة لن احد يقتحمها، انا بركن، في بلكونتي، بركن في انا حر، بقى. ويا سلام بقى اصحى الصبح كده لسه هنزل اركب عربيتي وانزل بجنشي هوب واتكل على الله، خلصت. ما انا هشتغل لكم في الازرق، ما انتوا فاكرين احنا احفاد الفراعنه، هتقدروا علينا؟ احنا احفاد فكر بقى زي ما انت ما عايز تفكر بره الصندوق جوه المشنه، انا كمان هفكر، هنشغل علينا على بعضينا. هنشغل علينا على بعضينا. كان معكم من قلب عربيته روماني غريب.